السلام عليكم. بغيت نوريكم واحد الحاجة. إلا كانت عندي واحد الصورة فيها كتابة، سواء مكتوبة باليد أو المهم على شكل صورة، مثلا كتبت واحد النص بيدي وصورته بالتليفون، غادي نشارجي الصورة ديالي في جوجل درايف. يعني غنكليكي هنا وغنمشي لهاد الدرايف هذا وغنفتح الدرايف ديالي. مثلا أنا عندي صورة هنا فيها تهنئة، مثلا هذه التصويرة نفترضوا أنها مكتوبة باليد. داكوغ، هاد الصورة هادي كندير كليك دغوا عليها وكندير اوفغيغ افيك وكندير جوجل دوك. دونك كتفتح لي هاديك الصورة في جوجل دوك. دونك غنتظرو. دونك غادي تفتح لي هاد الصورة في جوجل دوك، ولاحظوا شنو تحت منها. يعني ما الكتابة اللي مكتوبة داخل الصورة، سواء كانت باليد او بالورديناتور، المهم تكون هنا تصويرة مصورة. غادي تكتب لي هنايا بواحد الشكل اللي يمكن لي نسيليكسيوني وندير كوبي كولي. هو تيكون بعض الاخطاء الا كانت الصورة غير واضحة نوعا ما. بمناسبة عيد الاضحى المبارك اتقدم لكم باحلى التهاني واغلى الاماني. الوغ هذاك الشيء اللي كاين في الصورة هنايا، سائلا الله تعالى أن يعيده عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. داكوغ، هنا حيت ملونة باللون المغاير هنا خداها بالأخضر، وأنتم بصحة وعافية. داكوغ، هاد كل عام وأنتم بخير. دونك مكتوبة بواحد الكتابة عربية، يعني ما عندوش لابوليس ديالها. دونك هنا ما كتبهاش. الا كانت كتابه مفهومه او التصويره اللي غادي تصور مثلا مكتوبه باليد بواحد الكتابه واضحه والتصويره واضحه، راه هو تيعطيك الكتابه هنا. يمكن دير لا كوبي كولي وتنقلها لاي اي دوكيمون عندك، مثلا وورد، اكسل، جوجل سلايد، دونك اللي بغيتي، وغادي تستعملها ككتابه مكتوبه. يلاه بحال اللي كتبتيها، يلاه بالكلافيي. دونك هذا هو، وشكرا.